شكك وزير الخارجية اليمني في أن تسهم الجولة المقبلة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تحقيق التقدم لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة. المخلافي قال في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية إن جولة ولد الشيخ أحمد لن تحقق أهدافها بسبب عدم استجابة الانقلابيين للجهود الدولية. المخلافي تمسك بالموقف الداعم لإجراء أي مشاورات مقبلة وفق المرجعيات المعترف بها، وأولها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة. الموجز انتهى. عودة لفاطمة لمتابعة جرس الإغلاق.